السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا على قناة فيلوسوفيا النجاح. هذا اليوم سنتحدث عن تاريخ الفلسفة وأهم المحطات التي يتشكل منها هذا التاريخ. لنتعرف على هذه المحطات، عندنا المرحلة الأولى هي المرحلة اليونانية أو ما يسمى بالفلسفة اليونانية. المحطة الثانية أو الفلسفة الثانية هي فلسفة القرون الوسطى. المرحلة الثالثة أو المحطة الثالثة هي المرحلة الحديثة. الفلسفة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة هي المرحلة المعاصرة. لاحظوا معي أن كل مرحلة تتكون أو لديها خصائص ومميزات. فالفلسفة اليونانية أو المرحلة اليونانية تتميز بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة النشأة، المرحلة الثانية مرحلة النضج، المرحلة الثالثة هي مرحلة الدبول. بدأت الفلسفة اليونانية منذ ظهور الفلسفة في بلاد اليونان إلى القرن الخامس ميلادي، هذا حسب ما ذكره الفيلسوف يوسف كرم في كتابه تاريخ الفلسفة اليونانية. نشوف فلسفة القرون الوسطى أو مرحلة القرون الوسطى تميزت بظهور فلسفتين، الفلسفة المسيحية والفلسفة الإسلامية. تبدأ هذه المرحلة منذ القرن الخامس ميلادي إلى القرن الخامس عشر ميلادي. نشوفوا المرحلة الثالثة أو الفلسفة الثالثة هي الفلسفة الحديثة، تميزت بظهور فلسفتين مهمتين هما الفلسفة العقلانية والفلسفة التجريبية. تبدأ الفلسفة الحديثة أو المرحلة الحديثة منذ النهضة في القرن الخامس عشر ميلادي إلى أواخر القرن التاسع عشر ميلادي، وذلك حسب ما ذكر الفيلسوف والمؤرخ برتراند راسل في كتابه حكمة الغرب الجزء الثاني. نشوفوا الفلسفة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة هي المرحلة المعاصرة، تميزت بتعدد المدارس الفلسفية واتجاهاتها. تبدأ منذ أواخر القرن التاسع عشر ميلادي إلى يومنا هذا. على الرغم من أن هذه التواريخ قد نجد من المؤرخين من يختلف معها، لكن نجد مؤرخين آخرين يؤكدون هذا القول. فهنا حاولنا أن نعتمد على يوسف كرم من خلال كتابه تاريخ الفلسفة اليونانية، وإيميل بريه من خلال كتابه تاريخ الفلسفة الحديثة، وبرتراند راسل من خلال كتابه حكمة الغرب بجزئيه الأول والثاني. إذن لنبدأ بالتعرف على بعض التفاصيل الصغيرة عن كل مرحلة. لنبدأ بالفلسفة اليونانية مع المحطة الأولى التي تنقسم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي التي تسمى بمرحلة النشأة في الفترة الأولى، ومرحلة النشأة في الفترة الثانية. مرحلة النشأة في الفترة الأولى هي التي عرفت بالفلسفة الطبيعية، والمرحلة الثانية هي التي عرفت بفلسفة السوفسطائيين وسقراط. تبدأ هذه المرحلة بالوقت المسمى عادة بما قبل سقراط، أو هي التي نسميها بمرحلة ما قبل سقراط، والتي تمتاز بمحاولة تفسير العالم، وفيه وضعت الفلسفة النظرية. أما الوقت الثاني اللي هو السوفسطائيين وسقراط وبعض تلامذته، تمتاز هذه الفترة باتجاه الفكر إلى مناهج الجدل وأصول الأخلاق، وفيه وضعت بذور الفلسفة العملية. نشوفوا المرحلة الثانية هي أيضا تنقسم إلى مرحلتين. هذه المرحلة تسمى مرحلة النضج، فيها الفترة الأولى التي عرفت بفلسفة أفلاطون، والفترة الثانية التي عرفت بفترة أرسطو. هذه المرحلة عرفت ظهور كل من أفلاطون وأرسطو، إذ اشتغل أفلاطون بالمسائل الفلسفية كلها من نظرية وعملية، فمحصها وزاد عليها وبلغ إلى حقائق جليلة، ولكنه مزج الحقيقة بالخيال والبرهان بالقصة. أما على النقيض منه مع أرسطو الذي يسمى بالمعلم الأول، فعالج المسائل بالعقل الصرف، ووفق إلى وضع الفلسفة بأقسامها الوضع النهائي. إذن هنا ما غاديش نحاولوا نشوفوا بزاف ديال التفاصيل حتى نتكلموا على الفلسفة اليونانية في فيديو قادم، وغادي نفصلوا في هذه المراحل. نشوفوا المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة الدبول، التي عرفت أيضا فترتين. الفترة الأولى هي الاتجاه إلى الأخلاق بتأثير الشرق، والفترة الثانية هي الارتقاء بالفلسفة إلى مقام الدين والتصوف. هذه المرحلة لم تعرف ابتكارا كبيرا على مستوى الفلسفة من طرف الفلاسفة، اللهم إلا أخذهم من المذاهب السابقة، فقاموا إما بتجديدها أو تعديلها. وهنا اتجه الفلاسفة أولا كما قلنا إلى الأخلاق بتأثير الشرق، وجعلوا منها محور الفلسفة، ثم اشتد تأثير الشرق، فرأى الفلاسفة أن يرتفعوا بالفلسفة إلى مقام الدين والتصوف، وساهم الشرقيون في الفلسفة بلغتها اليونانية، أي هي الفترة الثانية التي قلنا فترة الدبول التي تم فيها الارتقاء بالفلسفة إلى مقام
الدين والتصوف. نشوفوا المرحلة الثانية اللي هي مرحلة القرون الوسطى، عرفت ظهور فلسفتين. تبدأ هذه المرحلة من القرن الخامس ميلادي، عندما أخذ رجال الدين المسيحي يوفقون بين الفلسفة اليونانية والمسيحية، صانعين بذلك أنساقا فلسفية دينية، ولذلك يطلق عليها اسم الفلسفة المسيحية. من أبرز هؤلاء الفلاسفة المسيحيين لدينا القديس أوغسطين، توما الإكويني، ويليام أوكامي، والقديس أنسلم. هذا بالإضافة إلى ظهور كذلك الفلسفة الإسلامية، حيث أخذ المسلمين الفلسفة من حركة الترجمة، إذ حاول العلماء الذين خاضوا في هذه العلوم الجديدة الوافدة التوفيق بين رصيدهم من العلوم النقلية الشرعية وبين العلوم العقلية الفلسفية المنقولة باللغة السريانية أو العبرانية عن اللغة اليونانية. وقد أثرت حركة الترجمة الحياة العلمية عند المسلمين، خاصة في مجال العلوم الطبيعية، ونجد من أهم الفلاسفة المسلمين الكندي، الفارابي، ابن رشد، ابن طفيل، ابن سينا، وابن حزم. ما يقال عن الفلسفة المسيحية يقال عن الفلسفة الإسلامية. كلتا الفلسفتين كان هدفهما هو محاولة التوفيق ما بين الفلسفة والدين. نشوفوا المرحلة الثالثة أو المحطة الثالثة من محطات تاريخ الفلسفة، وهي التي تعرف بالمرحلة الحديثة. فتاريخ الفلسفة الحديثة هو نفسه تاريخ ثقافة عصر النهضة الأوروبية وعصر التنوير من القرن الخامس عشر وحتى أواخر القرن التاسع عشر. هناك من يقول بأن الفلسفة الحديثة ظهرت في القرن السابع عشر، بمعنى أن هناك اختلاف ما بين المؤرخين. قلنا بأن هذه الفلسفة، يعني الفلسفة الحديثة، ارتبطت بظهور النزعة الإنسانية أو النزعة الإنسية، وخاصة في بدايتها، ولذلك اعتبر الإنسان المقياس الرئيسي في الفلسفة الحديثة، سواء بالنسبة للمنهج التجريبي القائم على الحواس أو المنهج العقلاني القائم على العقل. واتسمت الفلسفة الحديثة أيضا بالعقلانية، فكان العقل أساسا للحكم على الأمور المختلفة. قلنا بأن هذه المرحلة هذه عرفت ظهور فلسفتين مهمتين أساسيتين هما اللذان سيقام عليهما تاريخ الفلسفة الحديثة. هذه الفلسفتين هي الفلسفة العقلانية التي يتزعمها كل من روني ديكارت وسبينوزا، والفلسفة التجريبية التي يتزعمها كل من فرانسيس بيكون وجون لوك ودافيد هيوم. نشوفوا المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة المعاصرة. هذه المرحلة عرفت بتعدد المدارس الفلسفية، بمعنى أن هذه المرحلة هذه عرفت ظهور مجموعة من الفلسفات ومجموعة من التيارات الفلسفية الفكرية. فالفلسفة المعاصرة هي عبارة عن نقد ودراسة للمعرفة العلمية ضمن إطار ما يطلق عليه الدراسات النقدية للعلم أو الدراسات الإبستيمولوجية، والتي يتوجه اهتمامها مرة أخرى إلى دراسة معنى الوجود الإنساني ومعالجة قضايا مختلفة ومتعددة اجتماعية وسياسية وثقافية. من أبرز هذه المدارس نجد المدرسة الوجودية، ثم الفيمينولوجيا أو الظاهراتية، البنيوية، بالإضافة إلى البراغماتية أو النفعية، ثم مدرسة التحليل النفسي، وكذلك الوضعية المنطقية. إذن هذه هي أهم اللحظات الأساسية في تاريخ الفلسفة. قلنا بأنها تبدأ أولا بالفلسفة اليونانية، ثم فلسفة القرون الوسطى، ثم الفلسفة الحديثة، وأخيرا الفلسفة المعاصرة. أتمنى أن أكون قد وفقت في توضيح هذه المحطات الأساسية في تاريخ الفلسفة، على أساس أننا سنقوم وسنباشر في تقديم دروس خاصة بكل فلسفة وبكل محطة، سنحاول أن نقف عند مميزات وخصائص كل فلسفة. إذن إلى هنا أعزائي المشاهدين، ما بقي لي إلا أن أقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.